معنى هذا اللقاء من تحت الامطار مع كابتن علاء عبد العال اللي صرح انه بيحب الشتاء. ايه رايك في الشتاء بتاع النهارده؟ شتاء ايه؟ شتاء ايه؟ هو ده شتاء؟ ده العيال العميقه بيقول لك جو عايز قهوه ونسمع فيروز. القهوه مش عارف انزلها والفيروز منتشر في الجو. في ايه؟ في ايه؟ انا عايز عايزين تقعدونا في بيوتنا؟ قعدونا. في ايه؟ مين اللي بيحب الشتاء ده؟ انا عايز اعرف. ايه ده؟ ده انا لسه نازل من البيت لقيت ناس راكبين مركب وبيقدفوا. سبتهم ورحت اقعد على قهوه لقيته بيقول لي ادفع ايجار شمسيه وكرسيين. عايز ايه تاني؟ ويقول لك المطر هيغسل الكورونا. هي بتمطر دي تقول ايه ده؟ كابتن طب ايه رايك في الكلمبات اللي بيقولوا المطر محتاج حضن؟ كلمبات يا راجل، هما دول بنات؟ انا اسف يعني، مع احترامي ليهم. يقول لك اسمه نوتيلا مش طين. طب النوتيلا بوظت الكوتش. طب يا كابتن ما تقعد في البيت النهارده، مش لازم تنزل قهوه كل يوم يعني. وهما بيحبسونا في بيوتنا ليه؟ لحساب مين؟ ليه؟ ما كفايه ان بقى لي اسبوعين خايف انزل عشان الكورونا، انا وامير عادل. في ايه؟ الله،